ايه انت خلاص نازل يا حاج؟ ننزل بقى يا حبيبتي نشوف شغلنا، كفايه بقى كده. جرى ايه؟ هو انت خلاص زهقت مني ولا العسل هو اللي خلص؟ ده كلام، هو البحر بتخلص منه الميه كلها كام ساعه وهتلاقيني مقدف وجايلك، وانت هتلاقيني واقفه على الشط وبشاور لك بالمنديل. الله، ايه الاستباحه اللي تفتح النفس دي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فواز يا روح فواز. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي انت هتنزل بلبسك ده؟ ماله لبسي ده؟ انا مش عارف يا حبيبي انت ليه عامل كده في نفسك على طول كده، كاتم روحك ولابس لبس مش من سنك؟ ما تسيب نفسك شوية كده وسيبني انا ساعدك ألبسك الحاجات اللي تليق عليك وتشخلع وتبينك سنك الصغير القمر ده. مش فاهم عايزة توصلي ليه. ما تسيبني انا النهاردة ألبسك على ذوقي. ازاي؟ وسع وانا اوريك. اوسعش توسع حبيبي انا وسع. رأيك في القميص الحلو ده؟ هو ده قميص اصلا؟ تكون عايزة البس القميص ده؟ اه وليه لا؟ انا البس الالوان دي مش كفايه البتاع اللي اديتوني الملون ده انا مكسوف منه، انا لبسته عشانك بس. انا اسمع كلامك في الحاجه اللي تخصك. اه البس بتاع ملون ماشي، فانيلا شفتشي اوكي، ان شاء الله برطها لك في الاوضه هنا بلبوص حتى ما عنديش مشكله. اه انما في الشغل اكل العيش لا يا حبيبتي، ده سمعه وتتلط كده. يا سلام، وهي يعني سمعتك تتلط لما تلبس قميص ملون يبين سنك؟ انا من رابع المستحيلات اني البس القميص ده. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامتك يا حاج. ليه سلامتك يا حاج؟ انت شايفاني بكح ولا بعطس؟ لا يا اخويا لا، ما اقصدش يعني سلامتك متكح والعطيس، بس يعني يا اخويا مش بعادة يعني يا اخويا كده تلبس الحاجات دي، يعني اسم الله عليك في ايه؟ لا ما مش بعادة، انما يعني اه يجوز برضو، بس اصلها مش عوايدك يعني يا اخويا. ما هو برضو الواحد لازم من حين لاخر كده يحس بسنه وشبابه. متشكرين قوي ليك يا حاج، اسم الله علينا كاننا بقينا فوق سن الاربعين. يا خبر اكيد لا، ده انتوا الخير والبركه. يا نهار اسود ومنيل كمان بقينا بركه. والنبي يا اخويا ما تنساش وانت راجع تبقى تجيب لي ملايه خضر تحطها فوق دماغي، اهو تعملني مقام الست السنوره تلف حواليا. انت خلاص بقى طول عمرك كده دمك خفيف يا مضروبه. وانت ايدك بتلسع يا حاج. مبارك يا عسل. عسل بخفه دمك. اسم الله عليك. انما وليدي بقى ايه رايك؟ حلو. لا الحق حلو حلو يا حاج قمر يا اخويا. احنا عايزين نجيب لها هي كمان ملايه خضرا نلف حواليها. بركاتك يا شيخه دلال. يا قلب دلال يا عين دلال، ندحت عليا يا روحي؟ سمعت صوت شبه صوتك بالظبط بينده عليا، اتخبيت لك كان انت بتنده عليا يا قلبي. ما استغناش يا قلب الحاج يا روح الحاج. ما شاء الله. خش يا حبيبتي جوه انت احسن تستهوي. خش يا حبيبتي جوه احسن تستهوي. اي طيب ما تتاخرش عليا يا قلبي. مش هتاخر يا عمري. هتتاخر عليا انك وحشني. انا اقدر اتاخر عليكي بس اجي ايه؟ الاقيكي شاربه العصير كله. احبوش. حبي احبوش. يا لهوي يا أمه. قولي تاني كده. أحبوش. يا خرابي. هتوحشني. هتوحشني يا لا إله إلا الله. محمد رسول الله. إيه ده؟ مش أنا اللي قلت؟ إيه ده؟ أنتِ بتقولي له ليه؟ ما تخش يا بنت جوه أحسن تستهوي. هتوحشني. وانت عامله ايه يا سميحة؟ احسن الحمد لله. احبوش يا حاج.
لا اله الا الله، مفيش حاجه الدايره دي. عسل. السلام عليكم. قمر يا اخواتي، ايه الحاج اللي نفسه ده؟ ده العصفوره كتر خيرها مقيفاه اجانب. انت يا ولاد جايين خرجك من المطبخ ها؟ بتتحشي في اللي مالكيش فيه ليه؟ طب يا ستي قولي من وشي بدل ما قعدتك في الحيطه. انا مش طايقه نفسي. ما تروش على الحمار ده، انتوا عيله تشيل. اي اي منعم. الله كده تعور نفسك. مالك ايه العصبيه اللي انت فيها دي؟ انا بحاول اصلحها. ما تصلحهاش. وبعدين ما تضحكش عليا، في حد مزعلك جوه؟ ماما هي طنط اللي جوه دي برضه؟ والله يا ماما. طنط مين؟ اللي بابا اتجوزها. هي اللي قالت لك كده؟ لا بس انا بقول لماما سميحه وماما هدى. وانت اشمعنى يعني بتسال دلوقتي؟ بس في واحد معايا في المدرسه قمت صبت بابا عشان اتجوز واحده تانية. ممكن مالكش دعوه بالحاجات دي وما تركزش في حاجه غير في مذاكرتك؟ وانت ليه مش بتسيبي بابا عشان اتجوز واحده تانية؟ صباح الخير. يا صباح الفل عليك يا اخويا. صباح الخير يا منعم.